ومن مدينة العالمين الجديدة تنضم إلينا ريهام الديب موفدة التلفزيون المصري. ريهام، بعد التحية، هل لك أن تنقلي لنا الصورة لديك وأهمية هذا اللقاء الأخوي الخاص بين الرئيس السيسي ورئيس الإمارات والعاهل الأردني والبحريني ورئيس الوزراء العراقي؟ بالفعل ياسر، هذا اللقاء الأخوي الخاص هو بالفعل لقاء في منتهى الأهمية، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، وذلك في ظل التحديات التي تحيط بالعالم أجمع وبالمنطقة العربية على وجه الخصوص. هناك الكثير من الملفات التي من المفترض إن شاء الله أنها يتم مناقشتها، ولكن هناك اهتمام بالغ بأنه هذا اللقاء الأخوي الخاص بيأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والدول العربية والأشقاء العرب، وذلك من أجل أن يكون هناك تعزيز للعمل العربي المشترك، أن يكون هناك أيضا دعم لوحدة الصف العربي، والعمل أيضا على تدعيم كل أوجه الجهود المبذولة من أجل مواجهة التحديات المختلفة والأزمات المختلفة التي تواجهها الدول في المنطقة، وذلك بالتأكيد بالنظر إلى الدور الرئيسي والمحوري والريادي لمصر في المنطقة العربية. مصر هي رمانة الميزان، مصر هي محور الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في المنطقة العربية وأيضا العالم أجمع ينظر إلى مصر ويدرك تماما أهميتها باعتبارها قلب الأمة العربية النابض. الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وبالتالي تحقيق الاستقرار في مصر في منتهى الأهمية لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الشامل والمستدام في مختلف الدول العربية. بالتأكيد هناك تباحث بشأن أوجه التعاون بين مختلف الدول العربية، طبعا في ظل هذا اللقاء المصري الإماراتي البحريني العراقي الأردني الواسع النطاق، هذا اللقاء الخاص الذي يهدف إلى تدعيم التعاون المشترك بشكل خاص، التعاون الاقتصادي وإلى جانب طبعا التعاون في مختلف المجالات. وهذا يدفعني للحديث على الرمزية الخاصة بمدينة العالمين الجديدة التي ينعقد فيها هذا اللقاء الأخوي الهام جدا في هذه الفترة وفي هذا التوقيت البالغ الأهمية. الرمزية والأهمية بهذه المدينة التي تعبر عن أهمية البناء والتنمية، وهذا أيضا يعد من ضمن الرؤى المشتركة للدول العربية والأشقاء العرب، العمل على التنمية المستدامة، العمل على تحقيق البناء والازدهار بشكل أساسي، وهذا هو ما تحرص عليه أيضا مصر في إطار الجمهورية الجديدة. الجمهورية الجديدة والرؤية المستقبلية تتفق أيضا مع هذه الرؤية الجديدة مختلف الدول العربية. وربما مدينة العالمين الجديدة، وكما نتابع في الصورة مدى روعة المنشآت الموجودة فيها، المراكز التجارية وأيضا الناطحات السحاب، بالإضافة أيضا إلى الكثير من المناطق السكنية التي تستوعب أعداد كبيرة جدا من السكان، مدينة العالمين الجديدة التي تعد إحدى أهم مدن الجيل الرابع. كذلك أيضا منذ أن وصلنا إلى هنا ونجد أن هناك استعدادات لهذا اللقاء الهام جدا من خلال اللافتات التي تنتشر في الشوارع بالزعماء والقادة العرب الذين يتواجدوا هنا في مدينة العالمين الجديدة، ضيوف أعزاء وكرام وعظام على مصر، مثلما هو وارد بالفعل في اللافتات المنتشرة في مدينة العالمين الجديدة. هناك تطور كبير في الطرق، في الكباري المتطورة إلى حد كبير، أيضا في تعدد الحارات في الطرق هنا في مدينة العالمين. أيضا هناك اهتمام بكل ما يتعلق بالنظم التكنولوجية الحديثة بشكل أساسي، لأنه هذا هو توجه القيادة السياسية، الاعتماد على كل ما هو حديث ويتسم بالحداثة والتكنولوجيا. هذا بالفعل وجدناه هنا في مدينة العالمين الجديدة. هي ليست فقط مزار سياحي وجاذبة طبعا للمصطفين من الداخل، نظرا للأجواء الرائعة ونظرا للطقس والمناظر الخلابة التي تتمتع بها، ولكن أيضا هي مصدر جذب للكثير من الاستثمارات الأجنبية وأيضا الاستثمارات العربية،
الدولية، وهذا هو يعتبر محور من أبرز المحاور التي بيتم التباحث بشأنها، التعاون بين الأشقاء العرب ومصر، وأيضا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل بشكل كبير من خلال هذه المدينة. أيضا مطار العالمين، حيث كنا في الصباح حيث مراسم استقبال الرؤساء والزعماء العرب المشاركين في هذا اللقاء الأخوي الخاص. هذا المطار هو صرح بالفعل عملاق، هذا الصرح الذي وجهت القيادة السياسية بأن يكون ميناء جوي دولي ذكي بمعنى الكلمة، به كل الخدمات على أحدث النظم في التكنولوجيا، أيضا بالتعاون مع مختلف الشركات الدولية المتخصصة وذات الخبرة في المطارات وفي الطيران بشكل خاص، نظرا للموقع المتميز الذي تتسم به مدينة العالمين الجديدة، وبالتالي لكي تصبح محورا للنقل الجوي والنقل التجاري والنقل اللوجستي، كل ذلك بيصب في جذب الاستثمارات وفي التعاون التجاري بين مصر وبين مختلف دول العالم والمنطقة العربية بشكل كامل. هناك الكثير من الملفات والقضايا أيضا ياسر، بتعتبر هناك تقارب في وجهات النظر والآراء بين مصر والدول العربية بشأنها، وذلك من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. طبعا الملف الليبي، الملف العراقي، أيضا كل ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والعمل بالتوازي في مكافحة الإرهاب مع معركة البناء والتنمية، وهذا هو ما نشاهده في المشروعات العملاقة وربما من أبرز وأهم هذه الإنجازات مدينة العالمين الجديدة. هذه هي أبرز المحاور التي تهتم بها أو الذي يهتم بها هذا اللقاء الأخوي الخاص المصري البحريني الإماراتي العراقي الأردني، والذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات المختلفة التي تواجه العالم، بالتأكيد بعد الأزمة الأوكرانية الروسية، وأيضا في أعقاب جائحة كورونا وكل ما لذلك من تبعات على المنطقة العربية، أزمة الغذاء بالتأكيد والطاقة. وهناك اهتمام كبير من كل الأشقاء العرب بمؤتمر أو قمة المناخ إن شاء الله التي ستنعقد في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. إذن هناك تقارب في الرؤى وتعاون مشترك، بنعمل في الأساس وبدعوة وبجهود كثيرة جدا وكبيرة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعميق هذه العلاقات لكي تكون لها مساحات أرحب بشكل أكبر، و لكي تتسم بالعمق الاستراتيجي والشراكة الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. إليك ياسر. رهام الديب مفادة التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك.